مساء الخير على كل أب وأم وعلى كل أسرة بتتفرج علينا. أهلا بيكم في برنامجكم عيون مفتوحة. اتكلمت في الحلقات قبل كده عن فترة الطلاق في وجود الأولاد، دوس على حرف الآي وروح شوفها بسرعة. النهاردة هنتكلم عن الأب أو الأم لما يكون كل واحد منكم لوحده بعد انفصال في وجود الولاد. بعد الانفصال بتحتاج طاقة كبيرة لأنك بتعمل كل حاجة لوحدك، زي مثلا بتودي الأولاد لوحدك التمارين، بتذاكر لهم، وبيكون في ستريس، ده غير طبعا المشاكل الكتيرة اللي لازم تحلها. للأسف مجتمعنا ما بيبصش للمطلقين بصورة إيجابية، ناس كتير بتحس هنا بالإحباط، ولكن لازم تكونوا أقوياء، تسمعوش الناس السلبية اللي حواليكم، خليك جنب الناس الإيجابية اللي مليانة طاقة، علشان الناس اللي انت بتشوفها بيحددوا انت حاسس بإيه، وده بيحصل من غير ما تاخد بالك، انت بتاخد منهم الطاقة الإيجابية وده بيدفعك لقدام. كتاب خلقك كيندرن أوبفودن بيقول انك وانت بتربي طفلك ممكن يديك شعور بالرضا وبتقربوا لبعض اكتر، وكمان بتبني علاقة خاصة مع طفلك. وانا بحضر الحلقة دي ما كانش مكتوب كتير ازاي تتعامل مع طفلك في الموضوع ده، ولكن الهدف كان انت على انك لازم تخلي بالك على نفسك علشان في الوقت ده تقدر تخلي بالك على طفلك. كام نقطة ممكن تساعدك عن لو انت اب او ام لوحدك؟ اعمل لستة لنفسك واكتب فيها مثلا الاماكن اللي انت حابب تروحها، الحاجات الممتعة اللي انت عاوز تعملها. ممكن تكون حاجة بسيطة خالص، زي مثلا اكلة حلوة، تسمع موسيقى معينة، تقابل اي حد من اصحابك اللي بيسندك، واكتب هنا اسمه. اكتب كمان ايه اللي بيهديك وايه اللي بيضحكك وهكذا. بص تاني للستة واكتب حرف الميم بتاع مور عند الحاجة اللي انت عاوز تعملها اكتر من مرة. حدد حاجة او حاجتين من الليستة للاسبوع اللي بعده، ما تستناش. هتحس ازاي حياتك هتتغير وازاي هيكون عندك طاقة. حاول كمان انك يوميا تدي لنفسك نص ساعة تهدي فيها اعصابك من غير اولادك. الهدوء ده مهم لاولادك، لانك لما بتهدي اعصابك ده بينعكس على طفلك وبتتعامل معاه بهدوء. انت وطفلك بتستفادوا لما بتخلي بالك انت على نفسك وبيكون عندك طاقة ايجابية. وصلنا لاخر الحلقة، وهستنى اسئلتكم من خلال اللينكس اللي ظهر على الشاشة او الموجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو. اشوفكم يوم الخميس الساعة 7 في عيون مفتوحة.